قطاع الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جدا، والنهاردة مصر، ويمكن كان يعني معالي وزير الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس ان مصر النهاردة اصبحت رقم واحد افريقيا في خدمة الانترنت، من كنا في الاخر خالص متأخرين. بعض الناس يقول لك طب الانترنت، الانترنت بقى النهاردة احنا في العالم بقى عايش كله، ولولا ازمة كورونا، خلينا نفتكر ازمة كورونا بقى العالم كله بيتعامل من خلال المنظومة الافتراضية. طب انا لما كنتش حسنت شبكاتي برضو كيف كان سيكون حال مصر؟